طبعا بنشكر مجموعه طلعت مصطفى على البدايه دي، ونتمنى النهارده نتمنى ان شاء الله يكون حادث او ايفنت سنوي عالمي. الفول ماراثون هو الحلم اللي احنا عايزين ان شاء الله نحققه برضه في تنظيم مدينتي ماراثون. مسافه الفول ماراثون دي هي 42 كيلو و195 متر بالظبط. فبشكركم كلكم تاني مره تاني، وبشكر وزاره الشباب والرياضه. النهارده بيسعدني ان اعلن عن توقيع عقد مع شركه تراي فاكتوري لاقامه ماراثون مدينتي المقرر اقامته يوم 28 مايو. احنا في مجموعه طلعت مصطفى دايما بنهتم بتشجيع الشباب وبنهتم بالرياضه، ودي فرصه كبيره جدا ان احنا نعمل حدث عالمي زي ده. لاول مره في القاهره داخل مدينه هيتم ماراثون بالمعايير الدوليه،